بيقولوا بكل اختصاص أعطيه خبزك للخباز ولو أكل نصه، ونحنا منقول ضيفنا باختصاص الفن جمع المجد من أطرافه: كتابة، إخراج، تمثيل، غنى، إنتاج وتلحين، وصنع منهم أجمل التحف الفنية اللبنانية اللي بتغذي إحساسنا وإنسانيتنا بالسينما والمسرح، على الشاشة وبالشعر. عبقري من بلادي، منغمس بالفن وقضايا الإنسانية والاجتماعية حتى النخاع، مسرحجي حتى الرمق الأخير، حمل هم المسرح اللبناني ومسؤولية امتداده منعا لاندثاره من بعد ما صار عدد الأعمال المسرحية ما بتتخطى أصابع الإيد الوحدة. جورج خباز، مساء الخير. ميرسي مسا النور، شكرا كثير عن جد، يعني عن جد خجلتيني واكثر بكثير مما بستاهل، ومش عم بحكيكي تواضعا، يعني عم بحكي صراحة، كثير خجلتيني بالكلام الحلو، شكرا كثير. تستاهل كل كلمة وكل حرف، أنا ما بقول غير الحقيقة وهيدي بشهادة الناس. قليلي وجورج، نحن عن جد منقدر كتير فنك لأنه يعني موهوب. أنت يعني لو يمكن بدولة غير لبنان كنا منشوف إبداعاتك على صعيد كتير أوسع من هيك. الحمد أول لله، الحمد لله انه نحن بلبنان، صدقيني صدقيني أكيد أكيد مشاكل، أكيد يا أكيد انا بلبنان، ويعني بالنتيجه اللي الفنان بيشبه بيئته وبيستوحي بيئته، فانا بعتقد لو مش من لبنان انا ما كنت قادر اعمل شيء. معك حق، معك حق 100%. ونحن لا، نحن بنقول انه لبنان على صعيد الدولة، نحن كوطن لبنان ما عندنا بديل له، ما بنحب يعني بلد بالعالم قد ما بنحبه. بدون شك مشلين، نحن هلا بظروف صعبة كلنا سوا بلبنان، إن كان على الصعيد الاقتصادي، إن كان على صعيد كورونا، وخاصة بعد انفجار 4 آب يلي صار بور بيروت، حقيقة بعد ما طلعنا منها، يعني نحن بعدنا بفترة الحداد والسؤال الكبير إنه شو السبب وليش صار اللي صار ومين المسؤول، وهل رح يتحاكم يلي كان مسبب لهالانفجار او لا. بعدنا زعلانين، بعدنا غضبانين، بعدنا محزونين وحادين على اللي صار مع كورونا، وقديش كورونا كمان مأثر علينا بحياتنا الاجتماعية وبحياتنا المهنية وبحياتنا بإنسانياتنا يعني وبعلاقاتنا الإنسانية. وعندك الظرف الاقتصادي بلبنان، يعني ظرف كلنا بنعرفه قديش هو صعب، وكيف فرق العملة عم بيأثر كتير على الناس وعلى معيشة الناس. فبدون شك نحن بزمن صعب كتير، بس في على طول عنا رجاء وعنا إيمان، إيمان بالله وإيمان بالناس المنيحة بهالبلد يلي هي بتعمل التوازن لنقدر نرجع ننهض من جديد. فإن شاء الله خير، بس ما إن شاء بخفي الله. عليك، ما بخفي عليك انه انا بفترة حزن، ولكن خلف هالحزن هيك في نوع من ايمان، من رجاء، انه مش معقول نضل هيك لفترة طويلة. بتحس إنه ناقصنا معجزة جورج؟ اكيد بدون شك، مش بس ناقصنا معجزة، ناقصنا حب، حب بين بعضنا نحن كبشر كلبنانية وكمجموعات وكمعتقدات وأفكار مختلفة، لازم نطلع على بعضنا بحب. بعتقد الإنرجي تبعنا هي اللي بتطلع نتيجة، إذا كانت الإنرجي تبعنا عاطلة رح نطلع بنتيجة عاطلة، والعكس صحيح. لذلك ما في شيء بيعطي الإنرجي حق أو بيخليها تكون حلوة إلا عن جد الحب الحقيقي، وهون مش عم بوعظ ولا عم بحكي مثاليات، عم بحكي عن ما في شيء بيعمل عدل بالدنيا، لأنه الدنيا منا عادلة. يعني إذا بتطلعي بمنظومة الطبيعة شو بدك بالإنسان وبمشاكله، طلعي بالغاب مثلا، إنه مش عدل النمر يأكل الغزال بس يجوع، والغزال يأكل الأرنب والأرنب يأكل الصوص والصوص يأكل الحشرة، مش عدل. منظومة الطبيعة منا عادلة. بعتقد الحب هو اللي بخليها تصير عادلة. ف ناقصنا كتير نحن بلبنان هذا الشيء، الإنرجية المنيحة لنرجع نوقف على إجرينا ونقدر نبني مجتمع سليم لوطن يستحق السلام.
جورج، كنا عم نحكي عن انفجار المرفأ، كيف بتشوف اللي عم يصير اليوم؟ اليوم الدنيا عم تشتي، بعد في ضحايا، يعني ضحايا توفوا الله يرحمهم، في ناس بلا بيوت، في ناس مفقودة، كيف بتشوف التعامل مع هذا اللي صار؟ وكيف بتشوف الطابع البريدي اللي أصدرته الدولة؟ ما لح أسأل شيء يعني برات ما بدنا نفوت بالسياسة، بس بدي أسألك رأيك بهذا الطابع. شفته للطابع البريدي، ما بعرف أي اذا المقصود انه مش لازم ننسى، واكيد مش لازم ننسى، اذا هذا المقصود مش لازم ننسى. ولكن بشوف انه الطوابع البريديه لازم تروح اكثر للتفاؤل، لتخليد عظماء من لبنان على الصعيد العلمي، على الصعيد الثقافي، على الصعيد الفني، على الصعيد الادبي، على كل الاصعده. ما بعرف، بدي أشوف الطابع وأرجع أحكيك. ما بعرف شو الهدف منه. إذا الهدف منه إنه ما ننسى، بيكون يعني في كوتة إيجابية، بس إذا للأسف الهدف مادي مادي، لا مادي لا يساعده، قال ما بعرف إذا الدفاع المدني أو يعني عظيم في شي قطاع بالدولة عم هدف، بيجربوا يساعدوا. لكن الهدف منه مادي. الهدف منه مادي ابدا اذا بده يساعدوا الدفاع المدني، لانه الدفاع المدني يستحق انه طبعا يتساعد. فلا، كمان هدف منيح اذا هذا هو الهدف، واحد من الاهداف يعني. طبعا بوجه تحية لكل شخص بالدفاع المدني، لأنه هالسنة ما رحمناهم، هريناهم من محل لمحل للأسف، وما في غيرهم بالدولة كان عم يشتغل. جورج، بتحس إنه الناس رح تنسى؟ أكيد لا، أكيد لا، ما رح وإن ننسى. شاء الله، وإن شاء الله لا، لأنه إذا نسينا ما رح نوصل للحقيقة. عندك أمل إنه نوصل للحقيقة؟ إن شاء الله، بإذن الله. يمكن بالنتيجة ما رح يصح إلا الصحيح. يمكن الأمور بتاخد شوية وقت بدول مثل دولنا، بس بالآخر يعني بالآخر الحق بده يبين. صحيح. شو رسالتك للناس؟ شو الرسالة اللي هلأ بتوجه لهم إياها؟ بدي أقول لكل الناس اللي قادرين إنه يساعدوا ما يتأخروا أبدا، لأنه في كتير ناس مثل ما قلت في القسم الأول من سؤالك، في كتير ناس بعد بلا سقف، بلا بيوت، بعد ما تزبطت بيوتها، في ناس على الطرقات، في ناس عايشة تحت خط الفقر، وإجا الانفجار زاد الطين بلة مثل ما بيقولوا. فبتمنى على اللي قادر يساعد، كل واحد على طريقته، مش بس مساعدة مادية، فيها تكون معنوية، في ينزل يشتغل مثل ما عملت كتير شباب، وأنا شفتهم يعني، كنت على الأرض وشفت شباب وصبايا بيكبروا القلب، وجمعيات ومؤسسات، وحتى بلديات وبلدات جمعت بعضها ونزلت على بيروت، ساعدت ناس عندها أصحاب وعندها قرايب تحته، ناس لا ما عندها حدا، حست بمواطنية وبإنسانية بهذا الوقت. فبتمنى إنه ما نوقف نساعد بعضنا، لأنه بالنتيجة هذا البلد قائم للأسف بغياب الدولة، قائم على الاجتهادات الفردية مظبوط. على كل الأصعدة، خاصة على الصعيد الفني. يعني أنا بحكيك إن إحنا كمان كيف نشتغل، نحن بنشتغل بمبادرات فردية، باجتهادات خاصة، بننتج من جيابنا، القطاع العام مش حاطط إيده معنا لنقدر نعمل مسرح ونقوي العجلة المسرحية. نحن ما عندنا مسرح فعلا، نحن عندنا مسرحيين، وهودي المسرحيين هن باجتهاداتهم الشخصية عم يجربوا يعملوا مسرح وينجوا من جيابهم ويتعرضوا للربح أو للخسارة، لأن نحن ببلد غير مستقر. ف صحيح. يعني إن شاء الله إنه نضل يكون عندنا هالهمة كأفراد. نزلت على بيروت، يعني نزلت عملت جولة ببيروت من بعد الانفجار، أكيد شو حسيت؟ نزلت على خبرني. فقدت بيتي وتفقدت مكتبي يلي تأثروا بالانفجار، بس الحمد لله قدام غيرنا نحن مصايبنا ماشي. يعني حسيت، شو بدي اقول لك، شيء ما بينوصف شعور صدقيني. وانحكى كثير عن هذا الموضوع، ما بدي زايد، كل اللي بدي اقول لك اياه انه حسيت انه كأنه يعني في واحد قال راح اتبنى كلام حدا من الناس اللي عايشين بجميزة، قال إنه بهال كم ثانية من الانفجار كل الناس اللي تحت طلعت روحها ورجعت.
وللاسف طلعت روحها وما رجعت. فالناس طلعت روحهم ورجعت، بتعرفي قديش بيوجع انه تطلع روحك وترجع. نحن اذا انجرحنا رجعنا تقطبنا بنضل فتره موجوعين وعم نتاقلم مع الوجع ومع الجسم الجديد بايدنا، فكيف اذا طلعت روحنا ورجعت؟ فكان في وجع كتير كبير نفسي ومعنوي وجسدي عند اللي تاذوا، ولهلا مثل ما قلت لك ببدايه الحديث بعد ما طلعنا من هذا الموضوع. صدقيني بحكيكي كل صراحه انه انا ما قدرت ترجم ابدا شيء له علاقه بالاحساس اللي حسيته بهديك الفتره. يعني كان يعني ما فيك تحكي عن شيء عم يحكي عن حاله هالقد. صحيح، فهمت؟ ما طلع معك. بدنا نبعد عنه. طلع معي هيك سطرين صغار كأن مثل عم برسي بيروت اذا بدك. طلع معي انه انا وتحت بالشوارع نحن عم نشتغل، انه طلع معي بيروت يا حلوه قدرها التشويه، يا ام عاشت تبكي على اولادها، يا زهره ملونه رقصت بوجه الريح، عوجع ايامها ونكبه عياده، يا مجدليه الكون يا ام المسيح، يا مشال حزن تعبت من سواده، يا دموع العروس اللي ما بتستريح، ايمتى العروس رح يفك حداده؟ رائع جدا الكلام جورج. ايه بس لا اكثر يعني للاسف، للاسف يعني عم نرسي، يعني عم عم نرسي، شو بدي اقول لك، يعني عن جد ما طلع معي، يعني كنا تحت الردم بكلمه الكلمه من معنى. للأسف جورج كلماتك دايما بيوصلوا بيأثروا بالعالم وأثروا فيه كتير، ويعني عن جد هيدا الموضوع يعني جرحنا الدايم يعني ما عم نعرف نطلع منه. طلع معك شيء يعني هلأ نحن يعني بفترة حجر إذا بدك، قبل ما أحكي عن المسرحية اللي عملتوها مؤخرا، طلع معك شيء كتابي يعني يعني طلع معك شيء عمل؟ لكن من أدار من وقت الأول حجر لا إيه أربع ما وقفت كتابي صراحة، إن كان حلو. مسرح، قصص خاصة لإلي أنا، لأنه أنا بكتب قصص لإلي ما يعني ما بنشرها، أو كتبت كتير مسرح، بس لحد 4 آب صراحة تكربجت، يعني ما عاد يطلع معي شيء أبدا إلا هالكم سطر اللي قلت لك إياهم هلا. بس كتبت، إيه كتبت كتير، وهلا رح أرجع أستأنف لأنه أنا بتنفس، يعني هذا الثيرابي تبعي الكتابة والتمثيل والوقفة على المسرح. فإيه طلع معي كتير قصص، بتمنى إنه يعني ترجع تبصر النور بعدين، بس نرجع نستأنف نشاطنا المسرحي والتلفزيوني والسينمائي إذا قدرنا. إذا بدك تعنون اللي صار أو اللي عم بصير هلأ، شو بتعطي عنوان؟ بستعير من الأخوان الرحباني كلمة أو سطر من غنية: بتضلك وطني مهما صار، وبضلني بحبك مهما صار. وبحبك بحبك مهما صار. يعني قديه بيوجع هالإحساس جورج، هالوطن اللي عنا اياه اللي بنحبه يمكن اكثر من ما بنحب، ما بعرف قد ايه يعني ما فينا نوصف قد ايه بنحبه، بس بذات الوقت ايدينا هي اللي عم تهدمه. ايه الانرجي تبعنا مثل ما قلت لك قبل، يعني الطاقة السلبية تبعنا بنظرتنا المتخلفة للمختلف، بتقوقعنا، بتعاطينا مع الانسان الاخر بالمجتمع، يعني كتير شرعنا الفساد، مش بس بالطبقة السياسية، حتى بيناتنا نحن كناس شرعنا المخالفة، شرعنا انه صار شطارة الواحد انه يطلع برات اذا بدك القانون او برات الاصول. فهذا الشيء بدنا نقطف ثماره بشكل او باخر. يعني انا اكيد بلوم الطبقه السياسيه على كتير قصص، بس انا ما بحط كل اللوم على الطبقه السياسيه بدون ما نكون عم نحكي على أتينا الاسماء. عشان نحن أتينا كشعب الطبقه السياسيه من هي افرازاتنا، افرازات الشعب، افرازات ذهنيه معينه، وكما تكونوا يولى عليكم. 100%. جورج بكرة عيد الاستقلال، كيف بتشوف هالعيد من منظورك اليوم بهالسنة؟ نحن عم نعيد المئوية للبنان وعيد الاستقلال 77 إذا ماني غلطانة. نحن الاستقلال، يعني الاستقلال ما بينوهب، الاستقلال بيتاخد، ونحن فقدنا الاستقلال وللأسف تركنا يافعين
دولة كانت جديدة مبنية على نظام سياسي وطائفي أبدا ما كان سليم. وصلنا لهون. هلا من مال الانتداب الفرنسي، أنا بالنسبة لي ترك لنا كتير قصص إيجابية كتير، ومنها المدارس والجامعات والإرساليات والمستشفيات وكل هذا الجو الثقافي اللي ما زلنا عم نغرف منه لهلا، والمؤسسات بالدولة وإلى آخره. ولكن بالمقابل كمان تركنا أمام نظام طائفي هش، ما زلنا عم نقطف ثمار سيئاته لهلا. للأسف. عندك شيء كاتب شيء كرمال الاستقلال؟ عندك شيء محضر لنا شيء عن لا هيدي والله، المناسبة؟ لا والله مش كاتب شيء للاستقلال، بس بقدر اقول لك شيء قديم، يعني من اللي قصص اللي مثلا انا كثير يعني في شقفه كثير بتعني لي، انه خايف تخلص الدنيا، خايف تخلص الدنيا ونحن بعدنا نايمين على تخت الطائفيه ونتغطى بالدين، خايف تخلص الدنيا غرقانين ببحر الكذب، نعلن ولاء الوطن ونحن ولائنا للحزب، خايف تخلص الدنيا ونحن بالاسم احرار، تقسمنا لكتايب وعم ننجرف بالتيار، حب الوطن ما اكتمل والعمال بلا عمل، والكتلة الوحدة كتل وعم نفتش على أمل، والتوحيد صفى وحدات والآخر ما بنتقبل، والقوة صارت قوات وعم بيضيع المستقبل، خايف تخلص والظلم أخذ حقوقنا ومردة، والناس لحد الزعيم ما تلاقي حدا حدا، يا شعوب النوم اشتراكي طولت كتير النومي، يلا قومي كفاكي صارت بتحرز لقومي، خايف تخلص الدنيا ويا وطني منستحي فيك، سألوني أنت مين؟ بقول لهم شيعي أو كاثوليك، سني درزي ماروني أرمني أو سرياني، أرثوذكسي بروتستانت علوي أو علماني، بعرف عن حالي بطايفة وبنسى أقول لهم لبناني. لبناني للأسف. الحقيقة المرة، الحقيقة المرة جورج، إذا عيد بعد في مقطع بس تفضل حبيت بس يعني، لا تفضل. لا حبيت أقول هالمقطعين بس بكفوا، لأنه يعني إذا بدك هيدا توكنا الأساسي الكبير هو نظرتنا المتخلفة لبعضنا، نجاحنا كأفراد، نحن من أنجح الأفراد كلبنانيين، وهلا بقلك لا، ولكن من أفشل الجامعات، والسبب بيعود ل 500 سنة بظل اللا دولة، خاصة بالحكم العثماني فشلحونا مواطنيتنا وشلحونا هويتنا، وصار لبرا مش لاقلك، لاقلك هو بيتك جوا، وانجا مش لاقلك، بتلاقي اللبناني بكنس بيمسح بيته 7 مرات بالنهار، بكب الورقه بالشارع، لانه برا مش لاقله، هو لاقله بيته، اضطر يعمل كمان بدنا بمطرح ما نعطيه حقه بدون ما نكون عم نبرر، لانه مرق كتير وقت وحالنا بقى نتعلم ونتغير، انه نحن بظل لا دوله اضطر كل واحد يعمل دولته الخاصه، هذا شيء عزز الانانيه عند الفرد، خليه يكون من انجح الافراد، وطلعي بالخارج وين ما كبيت اللبناني بتلاقيه بيجي واقف، وعندنا مبدعين كتير كبار كافراد، ولكن على الصعيد الجماعي ما عرفنا نشتغل مع بعضنا بسبب المواطنيه اللي تربينا عليها. بس شو السر جورج عند كل مثلا مثل انفجار مرفأ بيروت؟ كل العالم ركضت، كل العالم نزلت عم تساعد من مختلف الأطراف، من مختلف الطوائف، من مختلف الانتماءات إذا بدك. هيدي الهمة كتير مهمة يعني، وهيدي عن وجع جاي وعن حماس، وعن إذا بدك يعني صار واحد مش عارف شو بده يعمل، فكل واحد نزل يعمل اللي قادر يعمله، وصرنا إذا بدك كانت وسيلة تعبير، ولكن مش لازم ننطر مصيبة نوقف حد بعضنا كمان، يعني 100%. كمان لازم نعرف نوقف حد بعضنا بيومياتنا وبروتينياتنا إذا بدك اليومية والإدارية اللي بنتعاطاها مع بعضنا بالأيام يعني. طلع معك شيء يعني؟ هلا نحن يعني بفتره حجر اذا بدك، قبل ما احكي عن المسرحيه اللي عملتوها مؤخرا، طلع معك شيء كتابي يعني؟ يعني طلع معك شيء عمل؟ لكن من أدار من وقت الأول حجر ايه لأربع ما وقفت كتابي صراحة، إن كان حلو. مسرح، قصص خاصة لإلي أنا، لأنه أنا بكتب قصص لإلي ما يعني ما بنشرها، أو كتبت كتير مسرح، بس لحد 4 آب صراحة تكربجت، يعني ما عاد يطلع معي شيء أبدا إلا هالكم سطر اللي قلت لك إياهم هلا، بس كتبت إيه كتبت كتير، وهلا رح أرجع أستأنف لأنه أنا بتنفس، يعني هذا الثيرابي تبعي الكتابة والتمثيل والوقفة على المسرح، فإيه طلع معي كتير قصص،
بتمنى انه يعني ترجع تبصر النور بعدين، بس نرجع نستأنف نشاطنا المسرحي والتلفزيوني والسينمائي اذا قدرنا. إذا بدك تعنون اللي صار أو اللي عم بصير هلأ، شو بتعطي عنوان؟ بستعير من الاخوان رحباني كلمة او سطر من غنية: بتضلك وطني مهما صار. وبضلني بحبك مهما صار. وبحبك بحبك مهما صار. يعني قد ايه بيوجع هالإحساس جورج؟ هالوطن اللي عنا اياه، اللي بنحبه يمكن اكثر من ما بنحب، ما بعرف قد ايه، يعني ما فينا نوصف قد ايه بنحبه، بس بذات الوقت ايدينا هي اللي عم تهدمه. ايه الانرجي تبعنا مثل ما قلت لك قبل، يعني الطاقة السلبية تبعنا بنظرتنا المتخلفة للمختلف، بتقوقعنا، بتعاطينا مع الإنسان الآخر بالمجتمع، يعني كتير شرعنا الفساد، مش بس بالطبقة السياسية، حتى بيناتنا نحن كناس شرعنا المخالفة، شرعنا إنه صار شطارة الواحد انه يطلع برات اذا بدك القانون او برات الاصول. فهذا الشيء بدنا نقطف ثماره بشكل او باخر. يعني انا اكيد بلوم الطبقه السياسيه على كتير قصص، بس انا ما بحط كل اللوم على الطبقه السياسيه بدون ما نكون عم نحكي على علينا الأسف. عشان لا نحن علينا كشعب. الطبقه السياسيه من هي افرازاتنا، افرازات الشعب، افرازات ذهنيه معينه، وكما تكونوا يولى عليكم. 100%. جورج قديش اشتقت للمسرح، قديش اشتقت لتصفيق الناس، للحركة مع المجموعة اللي بتشتغل معها، اللي صارت مثل عائلتك أو مؤسسة أنت مسؤول عنها. قديش تأثر جورج أو العائلة حواليه، كيف قدر أو كيف حاول يساعد قد ما بيقدر؟ أول شيء اشتقت لرفقاتي بالمسرح، للجروب اللي بنشتغل كلنا مع بعضنا، صرنا 16 سنة دون توقف من سنة 2004 وأنا بعمل مسرح بالشاتو تريانو، غير المسارح قبل اللي أنا مثلت فيها، عم بحكي مسرحي الخاص. ف يعني أكيد نحن 32 واحد، من أكيب تكنيك لموظفين بالمسرح، لممثلين، لعمال نظافة، لبالي باركينج، لموظفين الجيشي، للأكيب التقني بالريجي، يعني للممثلين، مدراء المسرح، اكسسوار، يعني نحن خلية نحل بنكون عمل عن لك مؤسسة مؤسسة بكل معنى الكلمة. اشتقت لهم مؤسسة لهم. بعدين اشتقت للمسرح اكيد، مثل ما قلت لك انا المسرح هو العلاج تبعي، هو وسيلة التعبير، كلنا بنفتش على وسائل تعبير لحتى نقول اللي جواتنا من تناقضات ومن جدليات ومن هواجس. فشو بدي أحلى من هيك؟ يعني أنا الله نعم علي بأرقى أنواع التعبير، يلي هو المسرح، يلي بيتضمن كل الفنون، وهذا التواصل المباشر مثل ما قلنا مع الناس. أكيد اشتقت لطقوس المسرح، للتمارين، للعروضات، للالتزام بالمسرح، لرهبة المسرح، وللخوف والقلق بالمسرح، للفرح من وجود الناس، اشتقت للهدير هي وعم بتفوت الناس على 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 الصالة، للتفاعل، إن كان من زئيف، إن كان من ضحك، إن كان من صمت، من إصغاء، إن كان من دموع، نحن بنسمع دموع للناس كمان لما بيتفاعلوا بشكل أو بآخر. فأكيد أكيد اشتقت كتير كتير للمسرح، ولكن يمكن البعد بيكبر حجم الشوق وبيخلي اللقاء يكون أحلى وأحلى بعدين، وبتجدد لقائنا مع المسرح. يمكن مثل ما بيقولوا بالفرنساوي، معلش، بيقولوا اون ريكول بور ميو سوتي، يعني نرجع فشخة لورا لنركض أحسن، يمكن الراجعة لورا هي لأفزة أفضل بعدين. شو أول عمل مسرحي رح تعمله بس تخلص شوي هالأوضاع الصعبة اللي عم نعيشها؟ هلا قررت بعد تعمل؟ الكورونا يمكن كفي يوميات مسرح جي اللي هي قطشتها الكورونا، صحيح، وبس كانت آخر عمل. في عمل كتبته محضر، وهذا يعني بعد يعني من بعد يوميات مسرح جي وضع الكورونا. عندي كتير شو كتير. اسمه؟ نعم، شو اسمه العمل؟ لا لا ما في اقول لك، لا سجلته، ما سجلته. انا ما بقول يعني اذا بدك على سريته وحقوق الملكية تبعه، يعني الفكرية طبيعي، لا هيك نحن ما بنقبل.
لانه هذا من الاعمال القليله اللي سميتها، يعني اجبرنا كنت تسمي بالاخر، بس هذا طلع يعني انا عم بكتب من الاول طلع مع الاسم وحبيته كثير واعتمدته. جورج المسرح تأذى بشكل كبير، وخصوصا المسارح ببيروت من بعد الانفجار، وكنتوا عم تجربوا كفنانين قد ما تقدروا تساعدوا أو تطلبوا المساعدة من الناس تقدر تساعد بأي طريقة ترجعوا هيدي المسارح الثقافية والفنية بلبنان. وكان عندكم عمل اسمه همسات، خبرني شوي، عمل على الأونلاين، خبرني شوي عن هيدي التجربة، عن هالمسرحية. اتصلت فيه صديقتي جوزيان بولوس يلي هي وممثلة مسرحية، وجوزيان اسم الله عليها ناشطة اجتماعية وثقافية مثقفة، يعني بتشتغل نشاطات ثقافية كتير، وأنا كتير بحبها الله يرحمه أستاذ جون كلود بولوس، كان صديقي وله فضل كتير على الحركة الثقافية والإعلامية بالبلد، 100%. وعم نعمل شيء اونلاين، بدنا نعمل شيء اونلاين، مجموعة نصوص عالمية من لانجليز النصوص، وراح يشتركوا مسرحيين من لبنان يلي بيقدروا، هن بعتقد اتصلوا بالكل، بس يلي قدروا يكونوا يلي هن شفتيهم حضرتك، برنادة حدايب، طلال الجردي، ندى ابو فرحات، شارع عطلة، نادين لبكي، ان شاء الله بكون ريتا حايك، مجموعة كبيرة من الممثلين الرائعين، وجه لهم تحية كتير كبيرة. تحية كلهم، وعن جد بحبهم كلهم، وكلهم أبدعوا، ترجموا هذه النصوص لبنانوة، عملوا لها إذا بدك إسقاطات لحتى كانت لينا أبيض المخرجة لهذا العمل، وتصور فرح شيا صورت هذا العمل، عملت له إخراجه، وكان عمل كتير كتير لذيذ، لأنه في حب وفي إذا بدك هدف، يعني كان الهدف أنه تنشر بطاقات أونلاين ويعود ريع هذه البطاقات لإعادة أعمار المسارح اللي تأذت جراء انفجار بيروت 4 آب، وجمع هذا الحدث 70 مليون ليرة لبنانية، حلو، يلي هو شيء كتير كتير منيح ليقدروا يساعدوا المسارح اللي اتدمرت. أنا عملت مشهد أنا وصديقتي نادين، نادين لبكي اللي كتير بعتز بصداقتها وبعتز فيها كامرأة لبنانية وكفنانة سينمائية لبنانية، ناجحة، عملنا مشهد نحن كتبناه، يعني حسينا انه ما فينا نحكي برات 4 آب، وبنفس الوقت ما فينا نحكي عن 4 آب، لانه مثل ما قلت لك ما في واحد يحكي عن شيء عم يحكي عن حاله هالقد، فعملنا مشهد عن 2 ممثلين فاتوا عند وعم يقروا قراءة أولى لنص بتدور أحداثه بال75 أو بال82 أو بال96 أو بال89 أو بال2005 أو بكل بال2006، المراحل. وعم يحكوا كأنه عم يحكوا عن انفجار 4 آب، لنكتشف بالآخر أنه 4 آب رح يصير بعد 4 دقايق، كانوا عم يتمرنوا ببيروت على مشهد عن أحداث كبيرة صارت، عن زوجين صار في بيناتهم مثل شرخ، لأنه هو هرب وقت اجت الأزيفة وتخبى بالبانيو، وبلشوا يفتحوا قلوبهم ومشاكلهم لبعضهم، وبس يخلص المشهد كان مسلين بيقولوا ان احنا صار لازم نمشي لان عندنا موعد ببيروت على 6:30، بتقول لهم انتبهوا في حريق، عم بيقولوا انه في حريق على البور، فما كنا عم نحكي عن 4 آب، كنا عم نحكي عن التاريخ كيف عم بيعيد نفسه، كل مرة نقول معقول يصير في مصيبة أكتر من هالمصيبة، هذا الشيء كتير الشيء اللي صار كتير كبير، عم بحكيك كل التواريخ اللي عديتهم وقتها صار قصص كثير كبيرة صحيح، بلبنان، ورجعنا للأسف بعد أربع كل دقايق. المراحل عم تتكرر. نعم، للأسف. فتجربة كانت كثير حلوة بهمسات، وبدي أشكر كل اللي اشتغلوا فيه، ولكن هون بين هلالين أنا بحب إنه يرجع المسرح مسرح، ما يضل أونلاين. هالمرة قررنا نعمل أونلاين لأنه في ظروف كورونا، كورونا ظروف انفجار المسارح مهدمة نوعا ما أو متضررة، بس مش لازم نعود المسرح يروح عند الناس على بيوتها، ونعود الناس إنه تضل ببيوتها تحضر المسرح، في المسرح يتطور ليتوسع، ولكن ببطل المسرح إذا ما كان في هذا التفاعل المباشر وهيدي الطاقة، لما بيكونوا الناس موجودين بالصالة بحضرة المسرح متوحدة مشاعرهم وعم بيتفاعلوا،
وعم بيشوفوا قدامهم، عم نتبادل الطاقات نحن وياهم. هيدا أهمية المسرح، ما بيعود اسمه مسرح، بيصير تلفزيون إذا بدك، مع احترامي الكبير للتلفزيون، ببطل اسمه مسرح إذا ما في جمهور وفي تفاعل مباشر. جورج، طب شو بخصوص التمثيل على الشاشة؟ اشتقنا لك بالأدوار وبالأعمال اللي بتكتبها، يعني فادي وراضي، عبدو وعبدو، ساعة بالإذاعة، وكتير أعمال قدمتها يعني أنت كممثل. وينك من التلفزيون؟ هلا خصوصا بهالمرحلة اللي ما فيها مسرح، يعني ممكن نستعيد. عندي سري 8 حلقات. هلا بتعرفي درجة 8 وال10 حلقات على المنصات الإلكترونية صحيح، مع شركة الصباح، إنه حلو، اكتب ممثل ب 8 حلقات كأول سيزون، وإذا نجح السيزون الأول بنعمل موسم تاني. الإخراج أمين درة راح يكون، الله راد يعني بالمبدأ. هلا عم بكتب، بركي بنصور بالربيع، اكيد مطول يطلع لانه بعدنا بالاول يعني، بس هيدي خبريه بحب خبرك حلو اياها، كتير، وان شاء حلو الله كتير. ان شاء الله على التلفزيون بمشروع، اذا بدك يعني مشروع كنت تستحق العوده كرماله يعني، لانه إن شاء صار لي الله 10 سنين مشروع. 100%. صار لك زمان، والأعمال اللي قدمتها كتير حلوة، ولهلأ بعدهم بيعيدوها وبعدنا بنحضرها. يعني هلأ صديقتي تلات أرباع الشاشات عم تعيد الأعمال القديمة، وأعمالك بعدها يعني مثل ما عم قلك بتجذب الصغار والكبار. أنا ما بنكر خبرني. فضلك علي بصراحة، بس المسرح بياخد كتير من أخذ كتير مني، بيعصرك المسرح، أنه في مصروف ذهني وأعصاب وجسم يعني، المسرح بيستهلكك كتير، صحيح، لذلك ما فيك تعملي مسرح تلفزيون مع بعضهم. بس كون هلأ ما في مسرح، عم نستغل هذه الاستراحة من المسرح لنعمل تلفزيون. إن شاء الله. خبرني شوي، فينا نعرف تفاصيل العمل مع شركة الصباح؟ يعني عن شو بيحكي؟ يعني شو يعني بالجروسو مودو تبعه، شو مشكلته أو شو القصة اللي بيحكيها؟ البدر اللي هو بلاك كوميدي، في كتير من الفانتازيا، لانه هي كل بدر اللي كان هو مخرج، وعم بتدور احداث فيلم احلامه براسه، وعم بيجرب يطبقه على حياته. ما في خبري اكثر من هيك، ما بلغت العناصر لا لا المفاجئه. لا لا حتى السيري كتير كتير لذيذه، بتمنى بكره بس تتصور، بس يعني بدها تاخذ وقت يعني، ما راح تطلع قبل طبيعي. 7 8 شهور على القليلة. تكنا خلصت كتابي، لأن بعدين بلش كتابي وصورنا ورجع نزل يعني. وهلأ أمين لأنه مشغول كمان عنده غير سريات، فبدنا ننطر أمين تا يخلص هو يصور تمام، يعمل. أمين دورا يلي هو مخرج فيلم غدي مخرج غدي، طبيعي، وبحبه كتير، وكتير أنا كمان مبسوط إنه غدي صار على نتفليكس هلأ. صحيح. جورج، جوائز عالمية، إذا بدك أخذ أكثر من 34 جائزة، أعمالك اترجمت للغات عدة أجنبية، حققت نجاحات بالمسرح، بالتلفزيون، بالسينما، شو بعد بدك تحقق؟ شو عبالك تحقق بعد؟ وبشو بتحلم؟ بعد في كتير، مش رح اقول لك انه ما حققت شيء، بكون عم بفقر. في كتير لا، من اجل حققت. جزء من احلامي ومن طموحاتي ومن القصص اللي عبالي الاولى قلتها، بس بعد في كتير. بهمنا اول شيء ضل المسرح على اجري واقف، وراح نضل عم نقاوم لانعاش، اعاده انعاش المسرح، واعاده اذا بدك اعطائه حقه، لأنه هو شغلة كتير مهمة بالمجتمعات. مثل ما سبق وقلت لك، عندي براسي كتير أفلام وأفكار لمسلسلات ولأفلام موجودة. عندي فيلم الواوي عم حضره كمان، عندي مشروع إن الله راد، مسرحية ميوزيكال كبيرة، حلو، عم دي ميوزيكال كان مفروض ان نعملها باحد المهرجانات الكبيره بال2020، ولكن صار اللي صار. وعندي مسرحيه طبعا الله راد بكره، بس نرجع نستأنف بالشاتو تريانو. يعني في كتير مشاريع وفي غليان من جوا، لانه نحن بحاجه كتير هلا للتعبير، خاصه من بعد هالسنه العويصه اللي مرقت علينا من كل
عبالي انه عبالي نرجع هيك نتعافى لنرجع نقدر نعبر. جورج، لو ما كنت فنان شو كنت بتكون؟ ما بعرف حقيقة، يعني في لك انه في يكون، لو ما كنت مسرحي كان في يكون موسيقي، بس بعدنا بإطار الفن. بحب ليكي، بحب كون استاذ مدرسة صراحة. بحس انه هذا من اهم الرسائل، انك في مقولة، معلش رح اختصر لك، بتقول علم الولد يرسم العصفور ببطل يقوصه عن كبر. فكيف بالحياة إنسانيات وبتعلميه يغوص بالعمق البشري ويرسم نفسه ليحب حاله عن جد بكل بالمعنى الإيجابي وينعكس هذا الحب على الآخر. أنا برأيي التربية هي مش هي الأساس ببناء الإنسان وببناء المجتمع. أنا عم برجع هيك أعمل جردي للمسرحيات اللي عملتها. خطرت على بالي فكرة إنه كل عنوان مسرحية رح أقول لك إياه وأنت تعطيني توصيف إله، أو يعني أو تحكي عن اسم معين يخطر ببالك كرماله، أو يعني هيك ما بعرف شو بيطلع على بالك بس أقول لك هالجملة أو كلمة أو اسم مسرحية. اوكي، شو بيخطر على بالي؟ كيف ما فهمت يعني؟ يعني أنا بس أقول لك مصيبة جديدة، كيف بتوصف لي إياها مثلا بجملة أو كلمتين، أو يمكن بتقول لي مصيبة هي جديدة عايشين مصايب بلبنان، يعني شو بتطلع على بالك بس هيك تفكر فيهم؟ هي كمسرحية بحبها كتير لأنه أول مسرحية لإلي، بس إيه مصيبة أتمنى ما بقى يصير في مصيبة جديدة بلبنان. كذاب كبير. كذاب كبير. كمان مسرحية بحب كثير، من اكثر المسرحيات اللي لقيت استحسان عند الناس وبحب لها حبكتها، وبلش يصير فيها معالمة اذا بدك، هويتي الخاصة فيها. كذاب كبير هو المجتمع تبعنا العايش على القشور وعلى المصالح. بتمنى انه يبطل كذاب كبير. حلو، هلا وقتها هلا وقتها نغوص بانسانيتنا، هلا وقتها نتطلع لبعضنا كبشر بتجرد، وهلا وقتها مسرحية. أكثر مسرحية اشتغلت لإلي، اشتغلت 8 شهور، كنا نعرض تنين ثلاثة أربع خميس جمعة سبت سبت أحد أحد، يعني ماتيني وسواريه. مسرحية حبتها الناس كثير، وكانت من أكثر المسرحيات المضحكة إذا بدك لإلي، فيها كمية. شو القضية؟ شو القضية؟ بدنا نسأل كل هالسياسيين وكل شو القضية؟ ما عم بيصير في تدقيق مالي، شو القضية؟ ما عم بيصير في تحقيق جنائي، شو القضية؟ ما عم بيصير في تحقيق بالنسبة لجريمة البور، شو القضية؟ مش عم تقدروا تشكلوا حكومة، شو القضية؟ يعني بنعرف الجواب، بس إنه بحق لنا نضل نسأل شو القضية؟ على الطريق على الطريق. على فكرة، شو القضية هي من المسرحيات الوحيدة المقتبسة لإلي من مسرحية استشارة محامي لجيلبرت ويكفيلد، وهون الاقتباس الوحيد أنا اللي عملته. بوقتها كان بدي ارتاح لأقلع بتأليف جديد، وكمان كان في إلى لبناني وتصرف كتير كبير، راحت لغير مطرح المسرحية. على الطريق، إنه نرجع نتعافى إن الله راد، على الطريق إنه نرجع نخلي بيروت تفك حدادها، على الطريق انه نرجع نعمل مسرح ونعمل فن ونعمل اعلام ونعمل سياحة ونعمل، على الطريق انه نرجع ناخد نفس، على الطريق انه ان شاء الله تخلص كورونا ونرجع نمشي على الطريق ونصلي مع بعضنا مثل ما كنا ونعيش مع بعضنا مثل ما كنا. بس رحت على الطريق كثير لان فيها فلسفة رهيبة بين الحياة والموت، لانه بتحكي عن مؤسسة بتنظم اعراس وبتنظم مآتم بنفس الوقت. وهون بنشوف بنشوف هالتناقض والصراع ما بين الحياة والموت. البروفيسور. البروفيسور بدي وجه تحية ل الله يرحمه رمزي نجار الله يلي يرحمه، توفى امبارح، فقدناه امبارح. بروفيسور بالإعلام والإعلان، فقدناه امبارح. أنا من الأشخاص اللي بحبهم كتير، بوجه له تحية وبعزي عائلته وبعزي صديقي الكاتب مروان نجار. تحية لروحه والله يرحمه، والعزاء لكل العائلة ولأستاذ مروان. مطلوب البروفيسور كمان مسرحية بتحكي عن التنظيم، برجون، التنجيم والتبصير
بال يعني الموريات. الباور، يعني عم جرب اختصر قد ما في، جرب نقول للناس اللي مش حاضرين على شو عم نحكي. يعني مطلوب، ايه مطلوب عدل، مطلوب، مطلوب مساواة، مطلوب كتير قصص. إذا بدي بدي أعدلك لائحة المطلوبات ما بنخلص، ولائحة المطلوبين مطلوبين، تخيلك عد لي اياهم هون. لا كمان مطلوب مسرحية كان فيها موقف سياسي كتير كبير، ومن المسرحيات الدسمة اللي أنا بفتخر فيها كمان. الأول بالصف. الأول بالصف هي إذا بدي كانت نقد لكلمة الأول بالصف. يعني نحن ما بعرفنا جايبينها هيدي، ابني الأول بالصف. مش مهم يكون أول بالصف، مهم يكون أول باللي بيعرف يعمله، أول بشخصيته، أول ب ب ب ب بمحبته، أول بهالقصص. ما في تصنيفات أول تاني تالت، أنا هاي ما بحبها. فكانت نوع من النقد، لأنه كانت تحكي عن كمان عن نقد مجتمعي له علاقة بالقشور اللي نحن عايشينها. كمان مسرحية كمان اشتغلت كتير، لأنه كان فيها كمية من الإضحاك ومن الرسائل الاجتماعية كمان. لمين شو بتقول الأول بالصف؟ لمين بتقولها؟ مش لحدا، قلت لك أنا أو لا ضد. إيه شو بتقول عنا يعني؟ هلأ شو خطر على بالك بس قلت لك عنا؟ يعني إذا بدنا نكون أول بالصف، نكون أول بالصف بالخدمة الاجتماعية، نكون أول ناس نازلين على الطريق. مش مختلفين. مش مختلفين. مسرحية أنا بلاقيها واحدة من أحلى المسرحيات اللي عملتها، لأنه بتحكي عن علي وكريستينا اللي انغرموا ببعضهم تحت راية العلمانية بلندن، وإجوا يتجوزوا بلبنان وما زبطت معهم، لأنه مستعدين يجوا يحاربوا كل هالمجتمعات الطائفية المفروزة، ولكن فشلوا، المجتمع غلبهم وعداهم، لأنه نحن يعني بالهوى عنا طائفية. مش مختلفين، كلنا مش مختلفين على وطنيتنا مواطنيتنا، ولكن بالسلوغونات بالحكي. بتمنى انه بطل مختلفين بانتمائنا فقط للوطن، مش بس بالتزامنا بطوائفنا او باحزابنا السياسية اللي بتمثل طوائفنا. ناطرينه. الفرج اي والله. ناطرين انه نخلص من كورونا، ناطرينه للبنان السلام. يعني ناطرينه كمان مسرحية بحبها كتير، لأنه بتحكي عن مأوى عجزة كانوا ناطرين انه يجي يزورهم المسؤول بالبلد ليقص الشريط ويقدم لهم معنويات وماديات ليقدروا يرمموا المأوى اللي صار متختخ عليهم. وبهالوقت بيجي ابن أحد الختيارية بهالمأوى، بيكون هو من الثوار وعباله انه يختال المسؤول، وبيطلب من بيه انه يختال المسؤول، وبيصير في سيناريو ماذا لو. يعني لأول مرة بيصير في على المسرح مشهد بينعاد 3 مرات ورا بعضهم، هالمشهد طويل بتاني فصل، ماذا لو قدرنا اختلناه، ماذا لو ما قدرنا اختلناه، ماذا لو كشفنا وقلنا له شو بدنا، وبينعاد المشهد ذاته. كان فيها تكنيك كتير فظيع، يعني فورورد والى اخره. يعني بحبها كثير لهالمسرحيه كمان، ومن المواقف اذا بدك الانسانيه والسياسيه اللي بعتز فيها بهالمسرحيه. ورا الباب. ورا الباب، ايه يعني ورا الباب بتحكي عن مشكله اجتماعيه كانت، انه كل بيت في عنده قصه، وكل قصه بتنكتب كتاب فيها فرحه وفيها غصه متخبيه ورا هالباب. يعني ما حدا بيعرف شو في عند التاني. في كتير ناس مبسوطة، بس بنفس الوقت في ورا البواب في كتير وجع، في كتير حرمان، في كتير ناس تحت خط الفقر، في كتير ناس مش عم بتلاقي أقل من الحق الأدنى من حقوقها، في ناس عم تنام بلا عشاء، في ناس تفتح البراد عندها ما في شيء، في ناس مش قادرة تودي ولادها على المدارس. يعني بتمنى إنه ما يضل في ورا أي باب ببلدنا وبالعالم، هذا حلم كبير بعرف، بس انه هذا املنا، ما يضل في وجع وراء اي باب. إن شاء الله. مع الوقت يمكن. مع الوقت يمكن نصير بلد، نبطل مجموعات، نصير بلد نظامي بيعتمد على حاله بدون املاءات خارجية، بدون ما يكون محكوم لا هو ولا حكامه ولا شعبه. الله يسمع منك بالكواليس.
بالكواليس. بالكواليس يعني إن شاء الله تكون بكواليس السياسة العالمية الإقليمية، إن شاء الله يكون عم ينطبخ لنا شيء منيح، مش عم ينطبخ لنا شيء سيء، لأن ما بقى نحمل. الكواليس تحكي عن جوز الست يلي هو مطربة مشهورة، والرجل بلش يحس إنه عم تنمحى شخصيته، وصار هو جوز الست عم يحمل لها الشنطة، فبيقرر يعمل ثورة على عالمها، ومنفوت بعالم الفن والسوشيال ميديا والإعلام وإدارة الأعمال وكل هودي الأخبار، لنفوت من خلاله ترامبلين لنفوت كمان بمجتمعاتنا المزيفة. على طول أنا عندي هاجس المجتمع المزيف والنظرة المتخلفة للمختلف. 100% 100%. يوميات مسرحجي. يوميات مسرحجي، هاي مسرحية بحبها كثير. إن شاء الله نرجع نستأنف، نرجع نعيش يومياتنا كمسرحيين كلنا سوا، مش أنا بس، كل زملاء المسرحيين. أفيتي وحدة بس إلا إذا لا بعد وصلت، بعد ما خلصت. يوميات هلا مسرح بعد في إلا إذا تغير شيء. كانت أوماج للمسرح صراحة، يعني كان حبيت أقول لها الخشبة قديه بحبها من خلال عرض مسرحي. شاب بيشتغل بالمسرح بيقعد العالم، كان حلمه يطلع على المسرح، عم بيخبر شو مر على المسرح بأول فصل من أنواع مسرحية كلاسيكي والعبسي والاختباري والطفل والفودفيل وال آخره، والغنائي والاستعراضي، وبتاني فصل أنواع الناس اللي بتجي بتحضر مسرح، ليش الناس بتجي بتحضر مسرح باختلافاتها وكيف. فكانت أوماج لمسرحيين، يعني تكريم لمسرحيين كبار تركوا لنا إرث مسرحي كبير. إلا إذا تغير بس شيء، ما قلت لي يوميات مسرحجي شو بتفكر فيها؟ يعني هاي الجملة اللي بدك تقولها غير عن المسرح. إن شاء الله نرجع لياومياتنا كمسرحيين كلنا سوا، أنا وزملائي، يعني إن شاء الله بترجع يوميات مسرحجي بتدوم. إن شاء الله. بالنسبة إلا لإلا إذا تغير شيء. يعني إلا إذا عن جد كانت شوي يعني سابقة وقتها، لأنه حكيت عن بناية عم توقع، وهالبناية فيها كل الطوائف، وما كانوا قادرين يتفقوا كلجنة بناية مع بعضهم لا يقدروا يرمموا هالبناية، وبيجي واحد بده يشتري البناية رأس مال كبير ويهجرهم، يروحوا يقعدوا كل واحد، يعني يشيلوا من انتمائهم ومن جذورهم، وبيعملوا آخر شيء بيتفقوا، يعني بيقول لهم جملة كثير مهمة، بيقول لهم راح جوعكم، راح ضل جوعكم لتترجوني اجي واشتري بالسعر اللي انا بفرضه. وهيك عم بيصير بالوطن للأسف للأسف. جورج، لحفوت على جورج الإنسان، جورج اللي يمكن أخذك المسرح وأخذك الفن من حياتك الشخصية، يعني من تأسيس عائلة، من زواج، من لا لا حب بدك. ما خصوا الفن، الحب موجود دايما 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 دايما، أي وهذه حياتي لألي، حياتي أنا، يعني منا أنا، حياتي الفنية هي ملك الناس وهي للناس تتوجه، حياتي الشخصية لألي، مش هيك بتشوفيني مقل بإطلالات الإعلامية وإطلالات الاجتماعية الفنية، لأنه بحب الخصوصية بهذا الموضوع، احتراما للعلاقة واحتراما للامرأة اللي عم أكون أنا وياها بعلاقة. لا مش الفن اللي أخذناه، هو إذا بدك التروي للاقي شريكة مناسبة أقدر أبني أنا وياها عائلة بدون ما يطلعوا الأولاد ضحايا فيما بعد، يعني نجرب قد ما في إنه أعمل عائلة متماسكة أو بلاها، بلا ما نزيد المبليين جداد. جورج، قبل ما أسألك شو بتشوف بالمرأة، هل بتخاف؟ يعني كل الفنانين أو اللي بيعملوا مزيك أو اللي بيعيشوا حياة الفن بخافوا من خطوة الزواج، هل يمكن هيدي بتحسب لها حساب أو بتقول يمكن تسرقني؟ أكيد بتخوف، لا ما بتسرقك، بالعكس بتزيدك إبداع إذا كانت مظبوطة وإذا كانت عن حب، وبتعطيكي موتيفيشن أكتر بالأعمال بحياتك الفنية. إيه في خوف، لأنه في هامش حرية عند الإنسان بشكل عام وعند الفنان بشكل خاص، هامش حرية مش قادر يتخلى عنه بسهولة، يعني بيبقى معود على زون مريحة لإله مش قادر يطلع منها
بسهولة، بس بيجي الحب أوقات والتفاهم بيفرض حاله وبيخليه يروح لزون أخرى مريحة. مين المرأة اللي بيبحث عنها جورج خباز، أو شو مواصفاتها؟ ما في مواصفات، ببحث عن جوهر حلو، وببحث عن تفاهم واحترام. وأنا برأيي مش لازم ينبحث، هي مسألة لقاء، يعني مش لازم نبحث، مش ينبحث، مش لازم نبحث. هي مسألة لقاء، لقاء بين طاقتين، الإنرجي اللي كنا عم نحكي عنها، الإنرجي اللي فيكي بتعيط للشخص المناسب أو للشخص اللي مش مناسب. فأنا على طول بصلي إنه الإنرجي اللي فيي تعيط للناس، مش بس الحبيبة أو الإمرأة، لكل الناس اللي حواليي، الإنرجي اللي فيي تكون إيجابية وتعيط للناس الإيجابيين، لأقدر مضي هالكم يوم أو هالكم سنة اللي علي على خير وسلام. جورج، أنا خلصوا أسئلتي التقليدية إذا بدك، أو القصص المقابلة العادية، عبالك شي نحكي فيه، في شي ما عملناه نحكي فيه؟ أبدا، أنا بدي أشكرك إنه من خلالك رجعنا طلعنا هيك وتواصلنا مع الناس، خاصة بهالزمن، بزمن الحجر، وبتمنى إنه نرجع نستأنف حياتنا الطبيعية، بتمنى السلام بالناس والعدالة أهم شيء، وبتمنى إنه برجع بكرر طلبي إنه يلي قادر يساعد ما يقصر أبدا. في ناس عن جد بحاجة ل أدنى أمور الحياة، أكل، شرب، ملبس، مدارس، بيوت، سقف، جاي شتوية وجاي ساقعة، بتمنى إنه نجرب نساعد قد ما فينا. أنا اللي بدي أشكرك شكر كتير كبير إلك، وتشرفت بوجودك. هيدا أول لقاء بتعمله إنسا ولا بتطلع دايما كنت لا، لايف؟ طلعت مرة بأول حجر، هاي وهلأ شكرا يعني صار كتير، 6 7 أشهر مش طالع. شكرا كتير لإلك. عبالك توجه شي لمتابعين بلا رقابة وللمحبين تبعولك. بدي أقول لهم شكرا كثير، شكرا لإلك مشلين، شكرا ل بلا رقابة، ولكل اللي تابعونا، إن شاء الله ما نكون زهقناكم وطولنا عليكم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وبونسواري لكل الناس، ولاقونا بحلقات جديدة، وكل التوفيق لك لجورج. شكرا لإلك، طول عمرك، ميرسي لك، ميرسي. باي.